تشيكي. مرحبا يا أطفال، سنبدأ بالقرنبيط. ارسم سحابة هكذا، والساق سهل للغاية، والآن لونه بالأخضر. جميل وأنيق، لونها كلها. القرنبيط صحي للغاية. أخضر فاتح للساق، أضف بعض التفاصيل بالأخضر الفاتح. ها هو القرنبيط، صحي ولذيذ. لنرسم جزرة، شكل سحابة وشكل بيضوي. كم هذا سهل، لونها بالبرتقالي. والأخضر للورق. لا تنسى التفاصيل. هذا يبدو رائع. الأرانب تحب الجزر. جزرة لذيذة. دعونا نرسم بعض الذرة، شكل بيضوي والقشرة في الأسفل. والآن لونها بالأخضر، سهل للغاية. أصفر للبذور، ثم أصفر أفتح، ارسم خطوطاً كهذه لإظهار جميع البذور. بعض التفاصيل. ياي، ذرة لذيذة. ارسم شكلاً بيضوياً كهذا، الأوراق والساق في الأعلى. هل يمكنك تخمين هذه الفاكهة؟ إنها طماطم، لونها بالأخضر. والأحمر. بعض التفاصيل. هكذا تماما، تبدو لذيذة. طماطم. حان الوقت للرسم البازلاء، مستطيل للورقة ودوائر صغيرة للبازلاء. لنلونها بالأخضر الفاتح. دع
درجات مختلفة من الأخضر للبازلاء. أخضر داك لملء الفراغات، التفاصيل مهمة، تذكرها. تبدو رائعة، بازلاء لذيذة. أنا أحب البازلاء، ماذا عنك؟ أتمنى أنك استمتعت. اشترك في القناة لمشاهدة المزيد. فن تشيكي.